انا اجيب عشاء ماما. سليمه شيلي العشاء ما ابي، مو مشتهي اكل. ليش ماما؟ بس بس مليت وانا اكل بروحي. ان شاء الله ماما. اليهال وين هم مروني اليوم؟ فوق موجودين ماما. زين نادي ليهم. ان شاء الله. واخر شوي حمود مي ماما مي سامي يقول وينكم انتم؟ ليش مي انتحر؟ مي ميش انت بينا صج؟ ايه يلا تعالي تحت حمود، امش خلنا ننزل تحت حق عميمة بدون ما أمي تشوفنا. يلا صدق والله وينكم يعني طول اليوم؟ انا وايد زعلانه عليكم. ميمه كنا ننطر امي وابوي ينامون. ناموا؟ اي ميمه عشان كذي عرفنا نيلك. انزين قولوا لي شلون امتحاناتكم؟ بس يا ميمه كل علاماتي كامله، الحين بروح واوريك الاوراق. الله عافيه على حبيبه عمتها، انا مصدقتك، بس شلون تبيني اشوف؟ ميمه انت ليش ما تشوفي؟ حبيبه ميمه انا من انولدت من وانا صغيره ما اشوف. يعني ميمه اذا انت الحين تقدرين تطالعين راح تعرفين من وانا؟ يمكن اعرف. اوكي شلون؟ افسخ نظارتك. يعني اذا سوينا كذي راح اعرف. بسم الله شو تشيني قصدي؟ شش ليلى صاير ليلى. لا تطالع لا تطالع لا تطالع. شنو ما طالع؟ ايش فيك؟ مصيبه هذه وحده كني اعرفها، ايش جابها هني؟ لا طالع لا تلف عليها. شنو ما طالع؟ شو مسوين جريمه؟ احنا ايش فيك؟ مصدق اكيد جريمه، يعني قاعده مع ريال غريب في مكان عام. الحين الناس ايش دراهم اذا انا ريلك ولا مو ريلك؟ ما يدرون. ماجد ولي يسلمك، يعني زين الناس ما يدرون، تخيل ولدي بدر يمر مني ولا مرته ولا احد يعرفني، وضعي ايش يعني وضعي صعب بيكون. الحين بدر بيهد كل الاماكن اللي بتديره بيجي هني. ماجد ولي يسلمك، ابيك تقدر الوضع اللي انا فيه، يعني ولدي ريال معروف بالسوق. أبوه معروف بالسوق، يعني كثير ناس يعرفوني، يعني أنا ماني خايفة من أحد، بس يعني وضع الاجتماعي اللي فيه ولدي يحتم علي إنه ما بيحد يشوفني. خلاص شو اللي تبينه؟ تبينا نمشي؟ كان زين. حاضر الحين نمشي خلاص. تشكلي إيش السالفة؟ شلون شو السالفة؟ بدر ضافتها ببيتي متحملة فيها حطتها بعيوني الأكل ودي لغرفتها ما تحترمني تسبني تغلط علي تكسر كلامي قدام عيالي أكلمهم ما ترضى. الحين العمية هذه سوت فيك انت كل هذا؟ تسوي فيني اكثر من كذي وانا ساكته لو سمحت بدر طلعها من بيتي هي وبنتها، انا تعبانه ما اتحمل اشوفهم ببيتي. اطلعهم وين اوديهم؟ اي مكان اي داهيه، الله يرحم ابوك عنده بيوت وايد، اي بيت يضيفها وين المشكله؟ البيوت انا باجرهم علشان استفيد منهم، استفيد منهم ولا اقط العمية هناك. اسمع عندك لنهايه الشهر يا بدر تطلع من بيتي، اذا ما طلعت من بيتي بتشوف شيء عمرك ما شفته. الظاهر انا سكت لك وايد وانت نسيتي عمرك. اصحي اصحي اصحي. قلتي لي ايش بتسوي نهايه الشهر؟ بطلع. طلعي. طلعي. قاعد اقول لك طلعي. قاعد اقول لك طلعي! Mm-hmm.
ميسم، الو الو، هلا يبا، هلا 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 بميسم، هلا بنيتي. عمي ابيك تشوف لي مكان اسكن فيه، ماني قادره اقعد هني. ليش؟ عسى ما شرط صاير. راويه مناشبتني عمي، لا راضيه تخليني اطلع ولا راضيه تخليني اقعد بالبيت. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. هي بس هيبه، ما انا ادري شنو اقول حق اخوك. ما ادري، بس انا لازم اطلع عمي، اذا ما طلعت هي اللي بتطلعني. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. شو اقول لك هيبه؟ تصبري تصبري، الله كريم، انا بشوف لك الحل ان شاء الله اللي يناسبك يعني واللي يريحنا. لكن انا ودي تين تسكنين عندنا هني في البيت، والله يا عيوننا تشيلك مو البيت، لكن الخوف كله من اخوك. المهم يبا، الله سبحانه وتعالى ما يقصر، ان شاء الله بيفرجها. المهم الصغيره شلونها؟ تعرف شلونها؟ الحمد لله عمي الحمد لله. المهم حطي بالك على نفسك يبا، وان شاء الله انا بلقى الحل ان شاء الله عمي. فمان الله، حفظك الله. ميسم ايش فيها؟ انا اليوم محاكيتها ما فيها شيء. مسكينة بال عالموس وساكتة، بال عظيم وساكتة، هي ما تكلمت إلا لين انفجرت. الله يفرجها عليها إن شاء الله. اللهم آمين. الله يصبرها البنية ويحنن قلب أخوها عليها. أخوها؟ طيب. عبيد وين وصلت؟ شنو ايش قلت؟ ما سمعتك. وين وصلت تفكير؟ وين سرحان؟ تدري شنو بخاطري يا حمدو؟ شنو؟ بخاطري يكون عندي قصر، والقصر هذا وايد عود، وفي حديقة كبيرة، والخيل باك الصوب يطرد، واكون قاعد بالقصر مع زوجتي وادلعها واداريها، واي شيء تبي ما اقول لها لا، قادر اني اصرف عليها. كان زين لو بعد كل سنه نسافر 5-6 مرات، كل مره نسافر دوله غير، ونكون قاعدين بذاك الفندق، نقوم نصبح الله خير ننزل تحت نتريق قدام المناظر الحلوه والجبال والقهوه التركيه. ايش فيك؟ ماكو رده فعل؟ حسيت اني اقرا روايه، احلام ورديه، حياة حلوة. عبو طنز يا ويهك، ما أدري عنك يبا، مو كل واحد يبي يتزوج يحقق كل هالسوالف. شوف لك واحدة ترضى فيك، تحقق ويا أحلامك على قدكم، ما أدري يقولك على قد الحافك. عيل أنا قاعد أكرف من الصبح لليل، ليش؟ ما عشان أسوي الشيء اللي ببالي؟ ليش مو متزوج للحين؟ قهوة تركية، سافر 50,000 مرة، حبيبي عيش عيش. صدق أنا غلطان قاعد معك، طاقتك السلبية طاقة بيتي هني. قم قم قم، خلنا نمشي. قم قدامي ذلفي ذلفي، يلا انت بحركاتك هذه عبالك بتخلين عيالي يحبونك اكثر مني؟
راوية أكرهك. ليش تكرهيني؟ أنا إيش سويت لك؟ أقبل عز والدلال غبية ما عندك مخ تفكرين فيه. شوف راحتي حق الفقر. وين جاية يا بيتي؟ أقول مجود. ها حبيبتي قولي. إيش رأيك نسافر؟ سافر متى قصدك؟ يعني هاليومين. لا وين هاليومين حبيبتي؟ وايد مشغول. ثاني شغلة ترى اليهال المدارس مو معطلين. هي أنا ما قلت نهاجر. يومين نسافر إن شاء الله ويكند علشان إيه؟ لا حبيبتي وايد شغل. خلنا أخلص شغلي وأقول لك. يعني متى؟ قلت لك بخلنا أخلص وأقول لك. إيش فيك؟ إيش قاعد تسوي؟ ولا شيء. فيك؟ من تحاكي؟ رابع الديوان يذبحونا كل يوم مسوي لنا جروب ويسولفون فيه. ناس فاضية ما عندهم شيء. جروب. إنزين. يعني متى راح نسافر؟ الشهر الجاي زين. الحين أقول لك متمللة ومتضايقة تقول لي الشهر الجاي؟ حبيبتي والله العظيم مشغول بالدوام. يعني شغلة ترى احتمال أسافر معاهم ها؟ يا عادي أروح وياك. قلت بسافر معاهم تبي بروح وياك؟ إيش فيك أنت؟ إيش المشكلة؟ حبيبتي شنو إيش المشكلة؟ الصبح عندي اجتماع، ورا الاجتماع عندي بس. أنت تروح الاجتماع والمؤتمر وأنا أقضيها شوبينج. حبيبتي ماكو شوبينج بروحك، أنا قايلك هالشيء. أرد من سفرة الدوام وتالي أسافرك. وعد؟ وعد. إنزين متنايم؟ لا، الحين بروح. يلا قوم نام. يلا. يلا قوم. إنزين حبيبتي. بس خليني أقول حق الربع. حمود انت شنو مو حال واجباتك امس؟ احاكيك رد علي مو حال واجباتك امس؟ ما اسف. شنو اسف امس طول اليوم شنو عندك؟ شنو قاعد تسوي؟ شنو صراخ من الصبح؟ ولدك ما يحل واجباته؟ تعال 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 تريق وقت يعني هذا وقت الحين يحل واجبه؟ تعال محمد تعال خلاص لا تحنين لا تحنين يبا تحني يلا قدامك بدر لما اكلم اليهال ما تتدخل بيني وبينهم لا ما يصير تتدخل بيني وبين عيالي انا عارف ايش قاعد اقول لهم لا تمدين ايدك علي انا مد ايدي على بس استغفر الله يا ماكو مدرسه زين انا راح اطلعك من المدرسه شلون اسف يعني جيل الحياه شو عندك انت من امس ايش قاعد تسوي خليتني واجب ولا ايش معنى يا حاج الواجب وقال لي شلون زين الصبح يقوم الساعه كم تقوم حل واجبك متى تروح المدرسه متى تريق متى تلبس هدومك متى تسبح خلاص خلي ياكلون ليش مو حال واجب امس اوكي معتمد بروح المدرسه الحين قاعد تحاسبين انه ليش مو حال واجب اكيد حاسب انا ما حاسب مو حاسب انت حاسب اذا عندنا انت تبغى انت تطلع عيال ما تشيلك هذا يلا اشيلك لا انا عارف شو انا ربيه يتخربط علي يلا قوموا ماكو اكل يلا قدام يروح خليه ياكلون بعدين يروح ما راح ياكلون يلا قوموا يلا يا يلا راوية قوموا المدرسة خلاص خلاص اعرف شلون اتكلم مع عيالي لا تتدخل بيني وبينهم تفضل يلا شيل كتبك بسرعه راوية خليه ياكلون بعدين يفشون لا تصرخ علي قدامهم استغفر الواحد ما يفتح بيت انت ايش فيك؟ ليش انا ايش قايل لك ما تكلمتها بوجهي يلا روحوا بدر لما حاجيك توقف زين انا قاعد اكلمك